بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير متابعين موقع صدى البلد، أهلا بيكم. خلينا نبدأ حلقتنا النهاردة بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج. وقوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله: وكل في فلك يسبح. يا دكتور، طبعا بينورنا في موقع صدى البلد دكتور رئيف رأفت. تسلميلي تسلميلي يا استاذ فاطمه، ازي تسلميلي. حضرتك يا دكتور؟ والله الحمد لله بخير، الحمد لله. سؤالنا النهارده يا دكتور: هل الأبراج حرام ويعتبر تنجيم، نعم ولا علم تمام. موجود؟ وهل العلم ده اندثر ولا فيه استحداث ولسه في تمام جاي مستقبل؟ تمام طبعا هو علم الابراج نحن مش بنقول انه بمعنى يعني نفتيها بمعنى، بس هو يعني العلم ده قائم مش اندثر، متطور، فيه ابحاث حتى الساعه. يعني في ناس بتاخد كورسات في الجامعات الامريكيه، بتاخد كورسات في الابراج، في الارقام، في النمرولوجي، في الاسترولوجي، وده دليل يعني في اوروبا حتى الساعه كان اول يدرس يعني من اول، وحتى الان يعني مش مندثر يعني، لكن كان اول في اطباء نفسيه تقعد مع علماء فلكيه عشان يحددوا يتساعدوا بشخصيه الشخص كتحليل فلكي وتحليل نفسي عشان يستخرجوا صفات الشخص، يتداول الطب النفسي مع الفلكي عشان يحدد مرضه النفسي او مرضه اي حاجه. ده علم قائم. وعلم الارقام طبعا ضمن الابراج علم الارقام، يعني زي ما حضرتك اتفضلتي، والقمر قدرناه منازل مثلا، تمام وكلهم في فلك يسبحون، دي وذات البروج مثلا، تمام ده والسماء أقسم بها ربنا، اقسم يعني بها أقسم ولا اقسم بمعقل ده النجوم، يدل على عظمتها. ولا اقسم بمعقل النجوم. يعني ربنا قسم في النجوم وفي الابراج، ليها اسرار، ليها اسرار. نحن اليوم مش عم نقول انه نحكي في الغيب، نحن مش عم نحكي غيب، نحن اليوم مثلا في حركة رقمية فلكية بنشوفها، نحن مش بنقول في غيب. الغيب في غيب، الغيب نوعين: أيوة الغيب النسبي والغيب المطلق. تمام، فالأبراج تعتبر من الغيب النسبي، النسبي إن إحنا بنقول ممكن التوقعات ممكن يحصل، بس مش ممكن يحصل مش لكن مش نفهم، هيحصل. مش حي... ممكن ما يحصلش، نحن بنشوف كحركة، كشكل، أرقام، حسابات، ممكن، لكن احنا مش عم نجزم انه ياخد باله مثلا من او هيموت او هدير. ده غيب مطلق زي ما اتفضلت، ده غيب تمام، محدش عارف يعني ما الغيب. حدش يقول ده فلان هيموت لا او لا فلان هيتولد في يوم كذا او كذا. اكيد محدش عارف يعني هيحصل ايه بعد صحيح، ما يروح يمشي، ما يعرفش يحصل ايه. والدعوة بتمشي في مسار القدر وتقطع اكيد القدر. اكيد نعم يا استاذ فاطمه، يعني احنا اليوم مش عم نحكي غيب، غيب المطلق، الغيب اللي ده غيب ربنا بقى، بس تمام، في غيب زي ما قلت نسبي، زي مثلا الاطباء كشف على الجنين، ربنا ممكن ولد قادر، او بنت. ولد او بنت، بس ربنا هو بيشوف ولد مثلا، بس ربنا قادر اخر لحظه، يعني ربنا عنده قدره يغير الخلقه كل يصير صحيح صحيح، بنت ولد. ناس كتير بتبقى وبعدين فاكرة ده ان هي حامل في ولد او في بنت وتكتشف في الاخر حاجة واجهزه تاني. طبيه حديثه وتطور صحيح، حتى بالتلسكوب، 5D وحاجات طبعا كتير. طبعا حتى في الفلك احيانا بيقول لك في يوم مطر مثلا في نقطه صحيح، معينه في محافظه في بلد، فعلا هو ده كمان اجهزه وتلسكوبات وكده بتطورات تكنولوجيا، لكن ربنا قادر يزق الغيمه وتروح. وفي ناس بيقول لك اهو قالوا في مطر ما نزلش مطر، ما كذابين، كذب كمان الفلكيين، كذب اللي تعالى الفلك كمان يعني بس العكس الريح مشت السحابة طبعا. ومطرت في حتة تاني. اكيد ربنا قادر ان احنا زي تقريبا، بس هم عندهم استحداثات في التلسكوب، احنا عندنا في تمام، الحسابات الرقميه، لان نحن علم الفلك هو علم الرياضيات والفيزياء، رياضيات فيزياء كامل، نظريه علميه فيزيائيه رياضيه، مستحيل يتغير الكلام ده. طيب، ما نعم هي منازل القمر؟ نعم وربنا قال والقمر قدرناه منازل. في ناس كتير مش عارفه ايه، ممكن تعرف ايه منازل القمر؟ عايزين نعرف. نعم، منازل القمر هم ربنا تحدث عنا عن منازل القمر، تحدث ربنا قال
28 منزلة. نحن اليوم هنقول منازل القمر ايه بقى؟ في ناس كتير كما اول مرة كانت تسمع منازل القمر، مرتبطة بايه؟ تفسيرها ايه؟ يا ترى هل انه نحن نتأثر فيها ولا تنجيم كمان ولا ايه؟ بس ربنا ذكرها مش تمام. تنجيم. دي منازل القمر 28 منزلة، من ضمنها في الإكليل، في منزلة الإكليل، منزلة القلب، منزلة الشولة، منزلة النعائم، منزلة البلدة. كل منزلة من دي بتعمل ايه طيب؟ كل منزلها ليها دراسة وليها طاقة. تمشي المنزلة على القمر، القمر بينزل القمر، دول منازل القمر غير الشمس. مثلا الشمس البروج، القمر مرتبطة في البروج في الشمس. طبعا مثلا المنزلة القمرية تحتوي على خصائص كتيرة من اللي ذكرناهم. طبعا احنا ذكرنا كم وحدة؟ في كتير، 28 وحدة 18 على عدد أيام القمر، 28 القمر. كل منزلة تحتوي على خصائص فريدة من نوع تمثل مرحلة معينة في دورة القمر حول الأرض. طبعا يستخدم علم الأبراج، مثلا نحن عم نحكي عن الأبراج، تمام تستخدم علم الأبراج. هذه المنازل، يعني المنازل دي بتستخدم بعلم الأبراج. بمعنى إيه بقى؟ تستخدم لتحديد الأحداث والتغييرات المرتبطة بالشخصية الإنسان والحياة اليومية للأفراد. بمعنى في ناس بيقول لك طب إزاي يعني تنجيم؟ لا مش تنجيم. يوم ربنا وقت خلق المنازل القمرية خلق كل يوم، مثلا في ناس قال لك اليوم مناسب لقص الشعر، لقص الأظافر، دي كلام ربنا، دي منزلة، صحيح وإلى أدعية وإلى صلوات. طبعا معناتها ده تنجيم؟ لا مش تنجيم. بس فأنت اليوم بقول لك مثلا منزلة الغفر، مثلا اليوم الأربعاء منزلة الغفر اسمه، أو الغفر، أو الغفر يقول ليه بقى الغفر؟ الغفر دي منزلة تعتبر يعني من ال من ال بمعنى يعني إلى مثلا مفيدة للبر، للبحر مثلا. الناس اللي بتبحر الإنسان الأول قديم يعني يسافروا يبحروا مثلا، لا بالمواصلات تعتبر مثلا، أو بالبحر كمان. بس هل هي مفيدة للبحر؟ وعدم الشراكة في العمل مثلا. طب في ناس بيقول لك أنت عم بتنجم، إزاي بتقول إنه عدم الشراكة في العمل؟ مش تنجم، دي تفسيرها كده، المنزلة دي تفسير كده، إنه كان أول يقول لك المنزلة دي إنه عدم الشراكة في العمل، شراكة عمل. مثلا جيدة للنقل في التعزيم من مكان لمكان، مثلا اليوم واحد بيعزم من مكان لمكان مناسب بالمنزلة دي. جيد للشراء للبيع، واحد يشتري تاجر بيع يعني يتحرك في البيع والشراء. كانوا أول، كان يعني ده كلام ربنا اللي حدد المنازل لواحد يتوظف في العمل، في شراكة العمل، في الوظيفة، في شغل مثلا. لحفل الآبار اليوم مناسب. صحيح. بكرة مثلا يوم الخميس بتنتقل المنزلة إلى منزلة الزبانة، اسمها منزلة الزبانة، إلى تفسير تاني. مثلا اليوم في أدعية مثلا لمنزلة منزلة الغفر، مثلا سلاما قولا من ربنا رحيم، ممكن واحد يذكرها كتير، مناسبة ربنا يذكرها يعني النهاردة النهارده. يعني الأربع في أدعية، يعني من ضمن أعطيتك نبذة يا أستاذة فاطمة، بس في أدعية كتيرة ممكن نذكرها بأسماء الله الحسنى اليوم. زي مثلا سلام من أسماء الله، يا السلام سلام، يعني السلام سلام، السلام، السميع مثلا، إلى عدد معين. مثلا دي ربنا يعني حددها وفسرها لينا ودرسناها، مرتبطة في الأبراج زي ما قلنا لتحديد الأحداث والتغييرات شخصية الإنسان والكون. طبعا المنازل كمان خلقت للزرع، للحصاد، للأمطار، ممكن اليوم في موسم الأمطار، موسم من ضمن قص الضوافر، الشعر زي ما قلنا، البيع والشراء والبحار. دي يعني دي اثباتات ما خليني فيش. أكد على كلامك كمان يا دكتور، إن سيدنا إدريس أول نبي بعد سيدنا آدم وأوحى إليه بعلم الفلك وعلم الأبراج نعم والنجوم وحركة الشمس، اكيد وكان أول حد يقول السياسة الميدانية أو يعلم قومه السياسة الميدانية. نعم طبعا كل ده من حركة الشمس، عرف إن في حصاد، في زرع، في صيف جاي، في شتاء، اكيد في صح. خريف، فأكيد دي مش توقعات. يعني ده كده إحنا على حركة حركة الشمس الشمس عرفنا ان هيجي نعم الصيف، أكيد ان الشتاء هيطول السنة دي مش صح. هيطول، نعم صحيح؟ في سنوات كبيسة زي ما تفضلتي، في سنوات زي السنة بتيجي أحيانا شهر زي شهر فبراير بيجي تمام، 28 يوم مرة يجي 28 مرة ومرة يبقى 29 تس... يعني بيجي أحيانا سنوات كبيسة.
مش معناته ان احنا تنجيم في المواضيع دي دراسات انه الشمس زي ما تفضلتي، القمر اليوم مناسب للزرع في منازل القمر اللي نحن هلا عم نذكره. صحيح. اللي بيعرف المنازل القمر بيعرف يشتغل عليها كالزرع، كالحصاد، كتحليل، كأدعية، كأي حاجة بتفيدنا. مش معناته ان احنا هون دخلنا في موضوع التنجيم. نحن وقت نرجع بنقول علم الأبراج، حركة الفلك، حركة المنازل والكواكب دي مدروسة، انه ممكن نقول زي ما قلنا التوقع النسبي مش التوقع المطلق. نحن التوقع المطلق ده اللي ما يعني ما نعرفوش ابدا، ده ولا حد بتاع بيعرفه، ربنا، ده بتاع بتاع ربنا، ربنا ده ما بس. حدش بيقرب عليه، خط احمر طبعا. لكن نحن اليوم بنقول انه في منازل قمر الى دراسات. اليوم مثلا عندنا سفريات مناسبه، عندنا اليوم حركه القمر. القمر طبعا له تاثيرات على الانسان. على في ناس بيقول لك لا دخلوا الى القمر، طبعا القمر اليوم احصوها او درسوها في امريكا، ان وقت القمر بيكون بدر بيحدث فيضانات، ازدياد تدفق الدم في البني ادم، في الانسان، سبحان الدوره الله، الدمويه سبحان تتدفق الله. بكثره، طبعا التوتر بيزيد، حوادث الطرق مثلا، العصبيه. فالناس تخلي بالها هل تخلي؟ عشان ما تقعش في الحاجة دي، اكيد مش عشان انت هتقع فيها. اكيد. ودليل في العلم الدين ممكن بالقران والدين، النبي عليه الصلاه والسلام قال النبي صوموا صلى ايام الله عليه وسلم، البيض 13 صحيح. رمضان. دي دليل انه معناته ندمجها في العلم مع الدين، انه بيطلع انه معانا نحن اليوم انه الايام البيض معناتها انه ربنا النبي عليه الصلاه والسلام قال انه عشان الصيام دي، لان وقت بيكتمل القمر تزداد تدفق الدم في دوره الانسان، الدوره الدمويه، والحوادث والتوتر. وقت صح. بنصوم زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام بنهدي، الصيام بيهدي النفوس، بيهدي الطاقه اللي كنا نحن كنا نتوتر فيها باكتمال القمر. وطبعا قلت لك بامريكا درسوها جدا وقالوا انه هم ما يعرفوش في الكلام ده، بس قالوا انه احنا بقى بنشوف القمر بدر تزداد الجرائم والمشاكل، لان الناس متوتره، الدوره الدمويه بعنف، حتى في عمليات الجراحيه اذا الدكتور جراح شاطر احيانا ممكن ينزف المريض الفتره دي. يعني كانت اثباتات دراسات امريكيه وعلميه كفلكيه وكدينيه، يعني سبحان الله. تمام يا دكتور. طيب دلوقتي يعني حركة أو القمر بيقطع فلكه في شهر، نعم والشمس بتقطع فلكها في سنة أو عام. نعم القمر أسرع. مرتبط بإيه والشمس مرتبطة بإيه؟ القمر احنا قلنا منازل القمر، القمر مرتبط في المنازل 28 تمام. منزلة. الشمس مرتبطة في الأبراج مثلا، عرفت ازاي؟ يعني كل واحد مسؤول على طاقة معينة. تمام. القمر في المنازل والشمس في الأبراج. نعم طيب، قال يعني الإمام الشعراوي إن إن الأبراج ذكرت في العلم السرياني، نعم اللي هو وحمل الثور زوج السرطان، ورعى الليث سنبل الميزان، ميزان عقرب القوس جدي الدلو، وحوتة ما نقلوا عن أمة السريان. سريان. نعم ده كلام سيدنا الشعراوي اللي قال انه عن الابراج، وقال انه الابراج الحمل يعني حمل ثورة الجوزاء زي ما تفضلت. كلام صحيح، كلام تمام. صحيح. ده دليل انه نحن ده عندنا بيدل ان كل الاسماء دي موجوده، والليث ده الاسد، طبعا، وكل يعني والسنبلة هي العذراء، برج العذراء، العذراء. والليث هو برج الأسد. صحيح. دي الدليل انه في احنا عندنا ابراج وعندنا منازل القمر، ذكرها كمان الشعراوي منازل القمر، يعني ذكرها الشعراوي منازل القمر، وان احنا حددنا ووضحنا ايه منازل القمر. تمام. نعم يعني كل شخص، مش عايزين نقول ان كله بيجي تحت مثلا برج الحمل، برج الجدي، كله مش بياخد الصفة. حضرتك قلت قبل كده يا دكتور ان الاسم بيأثر في الشخص، أكيد ممكن الاسم يحمل برج والشخص في مولود في برج تاني، صحيح؟ صحيح طبعا. يعني ممكن تكون اثنين توأم، صحيح لكن أكيد في اختلاف بمعنى طبعا، الأسماء مش اللي شبه بنقول. بعض في الشخصية. أكيد أكيد، نفس مثلا التاريخ ونفس الشهر ونفس اليوم، لكن الاسم بيختلف. ما فيش اثنين توأم اسمه محمد، ما فيش اثنين توأم اسمه أحمد، لازم واحد يختلف اسمه عن التاني. طاقة الاسم تغيرت، اسمه مع جمع اسم مامته، مع تاريخ مولده، مع ساعة ولادته، كل دراسات ممكن نحدد يوم القمر في منزلة القمر. زي ما نحن نقول ولد في منزلة مثلا، منزلة الإكليل مثلا، دي أول منزلة طبعا. أول منزل، أول منزلة هي إيه الإكليل. منزلة الإكليل يا دكتور؟ لها تفاسير، يعني قلت لك لها معاني كتير، يعني بياخد وقت معانا كتير. كل منزلة لها تفاسير. مثلا قلت لك في ناس لقص الشعر للسفر، يعني ده حلقات ممكن طويلة، الحصاد، الزرع، الحصاد، الزراعة، السفر، الزواج مثلا،
في ناس بتقول يعني في المنازل دي ممكن يقول لك خد بالك على صحتك مثلا اليوم، يعني عرفت يعني دي خلي بالك على نفسك، مش معنى ان انت هتعيا اليوم. ايوه يعني دي مش تنجيم، دي صحيح منازل تفسيرها كده صحيح. ربنا حدث عنه. هل البلاد ليها أبراج؟ اه طبعا هنا الابراج بتيجي او يوم الاستقلال للبلد مثلا، يعني مثلا هلا عندنا مثلا الابراج مثلا زي لبنان العقرب، استقلاله كان بتاريخ فرضا شهر 11 اخر 10 شهر 11 مثلا الاستقلال. في كتير ابراج يعني دول ليها ابراج، احنا بنميز مثلا حركه المنازل الاقمار والفلك في الابراج، ممكن نحدد مصر واخدة برج ايه؟ الاسد، انا بفتكر الأسد. الاسد، بفتكر الاسد اه برج ناري. اه يعني برج حلو طبعا من طبعا الابراج الحلوه، يعني سبحان الله كل يوم نعرف مثلا زي الفلاح زي ما تفضلت، نرجع نقول على منازل القمر والتوقعات والكلام، اليوم الفلاح بيعرف عنده اليوم من منازل القمر، بيعرف اليوم عنده الزرع حصاده كتير، السنه دي موسمه قليل، بيعرف الفلاح امتى هيحصد ممكن اكتر، يجي مرض للأرض ما تنبتش. ما تمش، ما فيش ثمار، ما صحيح فيش حصاد، يعني تيجي ايام قاحله، يعني سنه قاحله قحط. قحط. اه دي كمان من ضمن المنازل القمريه اللي ربنا ذكرها، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أخيرا يا دكتور عايزة أقول لحضرتك، يعني برضو العلماء، إحنا داخلين على ميلاد سيدنا عيسى 7/1، وطبعا الناس العلماء توقعوا إن سيدنا عيسى هيولد بالنجم اللي كان ما يعني كان في الفلك، الفلك ايوه ولحد ما وصل للمكان اللي ولد فيه سيدنا عيسى وعرفوا إن هو هينزل هنا نعم سيدنا عيسى راقبوه، المسيح. نعم صحيح؟ نعم صحيح، راقبوا النجم وراقبوا تابعوا، كان ما فيش طابورات لا في تلسكوب ولا في اي حاجه بالاول، كان ما فيش كلام الحديث التحديث يعني الكلام ده، فكان مشي ورا النجم. ورا النجم حتى كشف انه فين هو هيكون موجود. دكتور رائف رأفت، نورتنا تسلمي لي استاذ وشرفتنا فاطمه، تسلمي لي يا رب، ورديت على أسئلتنا. الله يخليك يا رب، مرسي ليك تسلمي وشكرا شكرا لحضرتك. ليكم، تسلمي لي استاذه فاطمه، وشكرا لموقع صدى البلد، مرسي شكرا لحضرتك. شكرا لكم، الله طبعا يخليك. ردينا عن هل الأبراج حرام ولا حلال وهي تنجيم ولا لا. كنا معاكم النهاردة، تحياتي ليكم، كنت معكم أنا فاطمة شريف. Thank you.